نكسر القواعد فلتعطي أنت الأسئلة هذه المرة. سأسألك طبعا مشاريعك الفنية أولا وقبل كل شيء. سؤال ثاني، دائما أبحث على الحب في حياتك، الحب في حياتك الفنية وحياتك الإنسانية وحياتك، ما هو بالنسبة لك؟ نعم شكرا. أولا مشاريعي الفنية، فكما يعلم الأغلبية من أصدقائي فقد انشغلت كثيرا وانغمست في هذه المسألة ديال مسألة البث على المباشر بتقنية القنوات يعني التلفزية، وفعلا أخذت مني كثير من الوقت. اشتقت إلى الرسم، كتبت بعض القصائد بالخصوص مؤخرا، ولكن لما اشتقت إلى الرسم؟ أولا الثوب، وتحت الحظر الصحي فصعب أن تذهب وتتسوق كما كنت، وإلا ستأخذ. وأنا من طبعي أهيئ إطارات لوحاتي وأختار على شاكلة ما أحب، وهذا هو المشكل، أن الثوب وكذلك بعض الألوان. فكذلك عن المسرح، فتوقفت، كنت أقوم بتكوين الومن شو يعني المسرح الفردي، لم أتوقف، ولكن السنة الدراسية تمر، وقد تكون مشاركات بعد كورونا. فهذا هو السؤال، ماذا ستكون حياتنا بعد كورونا؟ أما عن الحب، فلولا الحب لما كنت فنان. قد أحب الآخر قبل نفسي، قد ليس من باب هكذا أنا، ومن يعرفني عن قرب يعرف أنني أحب الآخرين. قد أغضب من بعض التصرفات، ولكن دائما كفنان أعود إلى وادي الجميل. أما الحب في جميل. الحياة، لولا الحب لما كنا بشر، لأن نعم. بالحب وجدنا، سواء كان حب عفوي أو هكذا عن علاقات حب، وكبرنا في الحب. لذا من الطبع خزاننا يكون الحب، ومهما اختلفت بيئاتنا فإن كان لنا خزان وحب يجري في العروق، حب للطبيعة، للجمال، للبشر، للحيوان، للجو، للكرة الأرضية، ومن الطبع للخالق وللمخلوق بدون استثناء. حب للغناء، حب حتى للرقص، للضحك. فهذا أنا لا أقول مليء بالحب، أو قد أكون مليء بالمتناقضات. فهناك الفنان من جهة، الفنان التشكيلي، هناك كلنا بشر طبعا، المغني، هناك وعندنا شعور الساخر، بالحب. ولكن يلتقون جميعا هذا السكان الذين يسكنونني، يلتقون في الإبداع. فتحية إبداعية لك أخت سعاد، وشكرا على السؤال، ونعود مرة أخرى إليك. ما هو السر يعني في التواصل هكذا؟ نرى لك بعض الفيديوهات وتتواصلين مع العامة، مختلف الجنسيات أو الشرائح، بطريقة سلسة وكأنك تعرفين، لا أعلم، فما هو سرك؟ هكذا أنا أشتغل على الذبذبات الروحية، وحينما تبث الحب وتبث الفرح وتبث الصدق والصفاء، لا تجد إلا الصفاء في المقابل، لا نعم تجد إلا الصدق.
وأناس كثيرون يبحثون على هذه المعايير التي اندثرت في زمن الكورونا وقبل زمن الكورونا، اندثرت. نعم لذلك حين نجد إنسانا كريما في طبعه، لا يبحث على مقابل، يعطي، لابد من العطاء، إن الله يكرم العبد الشحيح. إذا أعطيت شيئا، أنا أفضل هكذا التواصل، التواصل مع الإنسانية بجمعاء، قدر النظر، قدر الفنان، لا دين له ولا جنس له ولا وطن له، كل الأوطان وطنه، كل الجنسيات جنسيته، ويتأقلم مع كل المخلوقات. نعم بهذا، هذاك الطريق السلس باش توصل للإنسانية. أحيانا أناس تحدث معي أشياء، أناس حتى على وسائل التواصل الاجتماعي، حين أتصل أشتاق لهم، أصبحوا فردا من عائلتي ومن روحي. هي الأرواح تلتحم، معناها أصبحت الأرواح تلتحم بالأشخاص اللي يجيو في طريقنا، معناها هذه راهو وسيلة من الوسائل، حتى الذي لا يقدر على السفر، ربي سهل لنا المأمورية والعلم سهل لنا، معناها وعطانا باش نتواصلوا مع عباد بعاد علينا في قارات أخرى وفي محيطات أخرى، تواصل حب، ولا نستطيع التواصل معهم والمواصلة معهم إلا بالحب، إلا بالصفاء. حين أنا معناها هذاك العامل اللي نحث عليه العباد الكل، باش يوصلوا يتواصلوا مع العباد، راو الفاكتور اللي تدفعها هي الصفاء، تكون صافي مع نفسك بدرجة أولى، تكون صادق، تكون محب، تكون معطاء في روحك وقلبك، خاطر إذا تكون أنت شحيح لن تصل إلى هذه النتيجة. الحمد لله، هذه نعمة من نعم الله. طبعا معناها حتى تحدث معنا خيبات أمل، تحدث معنا أشياء، لكن نتجاهلها لكي نبني أملا جديدا وحبا جديدا في عالم رحب، في كون نتجلى فيه وبه. نعم، تحية لكم أستاذة سعاد. آخر كلمة، قد أرهقك بالأسئلة، ولكن رسالتك نحو النشء الذي بين مفترق الطرقات لا يعلم إلى أين وإلى ومتى، فما هي نصيحتكم إلى هؤلاء؟ أنا كما تعلم أنا فتية و متصلة بتنشيط الأطفال وأحب الأطفال، نعم أرى وأتعامل بكل محبة، خاطر الأطفال هذوما يحتاجون الحب كثير، نعم وثقة في أنفسهم، وثقة في، تراكمت عليهم المعلومات، تراكمت عليهم الأشياء، حاجة بركة نزرعوها فيهم هي ثقة بالنفس، ثقة بالنفس والمثابرة، على خاطر باش تعمل كارير ارتستيك ولا كارير في فنك، ولا تكون صادق مع نفسك، رغم كيف صدق ما تنجم توصل حتى شيء، سواء كان في التعليم ولا في المعاملة البشرية ولا في أي حاجة كانت. ولابد من تكاد الابن هو ولا الطفل، راهو نعم ابن الجميع، سواء في المدرسة ولا في المنزل ولا في الشارع، نعم راهو. والأهم، نعم سيدي، يا أستاذة، هو الثقة في النفس، نعم، لأن الثقة في النفس الثقة في النفس، إذا لم تكن ثقة فكأن الإنسان سائر إلى معركة منهزم بالطبع، لا يملك أي سلاح وأي استراتيجية. للأطفال بدون غرور، خاطر يبدو أن هذا الجيل والجيل إن شاء الله ربي يهديهم عندهم كثير من الغرور، خاطر غير متمكنين على الأصعد، الكل يعتقدون أنهم يكتسبون كل شيء، نعم، كما نقول من لديه كل شيء فلا شيء لديه. فنعود للسؤال، نعم، فالإشكالية في الآباء في المدرسة أم في التلفاز وما شابه؟ أين هو الإشكال في هذا؟ ما السبب في، هل
الآباء أهملوا الأطفال وأعطوهم للشارع هكذا، أم المدرسة أم صحوة أخرى لا نعلمها من أين أتت؟ لا نعلم، أنا في المعمعة وأعلم ما معنى أنك تدلل أطفالك بكل المقاييس، والجيل هذايا واللي قبل شوي لي بارون الوالدين إيش عملوا؟ اللي تحرموا هما منه نعم أعطاوه لأولادهم نعم وزيادة، نعم هذاك عليه معاش على أولادهم، ولا كل شيء أصبح مادي، لا توفر له كل شيء، دعه يبحث. نعم دعه، كنا فيما مضى نتعلم صنعة، كنا فيما مضى نقرأ على شمعة وعلى بدون كهرباء، بدون معناها كانت حالة فقر، بل أكثر من تو لديهم كل شيء ولا يحمدون الله، وهل من مزيد؟ لا، كما نقول في تونس التالي خلف الأهداف، ولهذا شوي نكونوا صارمين مع أبنائنا، سواء كان في نعم نعم هالدروس الخصوصية وهالمحفظة نتاعو توصل 5 كيلو، معناها تحضر في مشروع داعشي، أنت معناها أنت طفل صغير تحمله في 5 كيلو، شو ما معنى العلم في الرأس ليس في الكراس، معناها نعم هذا تقصير، معناها تصعد الكل، راهو نبداو من انطلاقه من لي بارون الوالدين للمدرسه للتعليم، خاطر العباد ما همش صارمين، نعم لابد من الصرامه والمنهجيه في التعليم. نعم هناك مسألة أخرى، نعم على العالم أن يرد الاعتبار للأستاذ، فالأستاذ هو لبنة التربية قبل كل شيء. كمان الأستاذ من طرف بعض الآباء أمام التلاميذ أو أمام الطفل، فالطفل يبدأ يعد نفسه أنه هو كل شيء. إذا يجب تلجيم هاته، ولكم تعقيب يا أستاذة. طبعا انا معاك، اللي كاد المعلم ان يكون رسول نعم استاذ، هذه لكن الإشكال. اصبح التعليم هناك اساتذه اجلاء يمكنهم كل التقدير والمحبه، ويعملوا معناها بارك الله في من عمل ما اتقنه الاتقان في العمل لابد منه، اما هل العقليه بتاع الدروس الخصوصيه، العقليه بتاع مانيش ضد الابتدائي كل مره، معناها التعليم معناها ما متقطع، قال شنو ثم اعتصام، قال شنو ثم، لا معناها اذا انت استاذ وتعرف استاذ ولا معلم ولا مهما كان، حتى تكون عندك حقوق طالبها باللين، لا تترك معناها من الاستاذ، انا نخاطب الاستاذ ونخاطب المدير ونخاطب، انا قدامي عينات بنات اختي، ابناء اختي في بدايه العام تمكنوا من القراءة، بعد شهر يذهبون إلى المعهد، يقفون أمام المعهد لا يدخلون، خارج المعهد تحدث العديد من الأشياء، من مرات، من نعلم، بركاجات، إلى غير المجال، مسؤولية فنية، وأسوأ. مسؤولية مالية، ألا ترين لهذا سؤال، ألا نعم ترين أن الخطأ هو أن كل منهجيات الوزارات تنطلق من علاقة الطفل بالمدرسة، وكان الأجدى أن تكون علاقة المدرسة بالطفل، تنقلب المفاهيم ليكون الطفل وكأنه لا زال في وسطه في منزله، بالخصوص مع التربية والتلجيم، وقد تكون النتائج مستحسنة. لكم الكلمة أستاذة. طبعا سيدي الكريم فنان، اقول لك راهو الصرامه معناها من الجانب التعليمي والمدرسي، اذا كانت عندك منهجيه صادقه ومنهجيه ثابته لا تزلزل، التلميذ يكون مفروض عليه انه يرتقي الى العمل، اما التلميذ اذا يرى المنظومه التعليميه مهلهله نعم، وما في كل يطلعوش البلدان، لقدام، نعم في كل البلدان. طبعا معناها انا اقول هذا على عالم.
عاتق الجميع، على عاتق وزارة التربية، على عاتق المنظومة التعليمية ككل، معناها من جامعة إلى هذا كل اللي تربط بعضه، من على عاتق الدولة أيضا، عاتق التعليم ثم التعليم ثم الصحة، على عاتق الجيل زاد، أطفال أصبحوا لا يطالعون الكتاب وسائل الافتراضي هذايا الفيسبوك وهلم جرا، لا يفتحون الكتاب. نحن ألا ترون بأن الذكاء الإنساني مستهدف في المسألة؟ نعم طبعا طبعا، واضح وضوح الشمس، هما حاجتهم معناها هو تهميش وتمييع الأطفال وتمييل الأجيال، هي سياسة ممنهجة، هي سياسة قائمة الذات. ماذا يفعلون بنجباء و معناها جيل يدخل كل شيء كما حال الفنان، الفنان على خاطرها أقبل الدليل، نحن الفنانين تلقى الحالة بتاعه في العالم كله، لو عندي حالات تلقى الحالة بتاعه المادية غير ميسورة بالمرة، نعم لا لشيء، يبقى المفروض أن الفنان يكون عنده ورشة، تكون الدولة مهتمة بيه وهو يبدع، خاطر المبدع معناش برشا مبدعين، هو الإبداع لله، لكن الفنان لابد أن في دول متقدمة عندهم أحيان للسكون وإقامة وعندهم مراتب وعندهم كل شيء. نفس الشيء بالنسبة للتلاميذ النجباء والتلاميذ اللي معناها متفوقين، نعم معيار التعليم مادي، نعم إذا أنت تعمل دروس خصوصية تنجح، إذا أنت ما تعملش دروس خصوصية تسقط في الرتبة بتاعك ولو كنت ناجحا. هذا ما يحدث في البلدان العالم، نعم هذا ما يحدث، منظومة تعليمية من أساسها مبنية على غش وخراب، نعم معناها ما عدا قلة قليلة من تكون لها معايير إنسانية ومعايير كرامة وجوانب تسمو بالإنسانية إلى الأمام، نعم كما قد الأساتذة يقرؤونا من خلال هذا الكل، مش ما يترشحوش عليا الأساتذة وأصحابي اللي فيهم عباد راقين جدا، نعم راقين جدا، نعم أما للأسف الأغلبية الساحقة هذا اللي كنت نقول فيه صحيح، راقي من واقع مرير نعيشه في الدول العربية كلها. نعم سيدي تفضل. نعم فدور الأستاذ دائما يبقى مهم في التربية. يعني في الحقيقة، هل هي رسالة بالطبع غير مشفرة للحكومات العالم بأن تعطي أولوية يعني الدماغ وليس للطبقة بمفهوم آخر، وأن تقوم بمقاربة مستعجلة نحو الفنان والمبدع؟ فهنا المبدع، حينما نقول مبدع هناك عدة أشخاص مخترعون، على دولهم أن تأخذ بيدهم، على حكوماتهم، لا أتكلم عن تونس أو المغرب، ففي كل بقاع العالم. وبالطبع نجد أن هناك مغني يمضغ أغنية كالعلك وبإيقاعات وتتتا، ويعطونه من الهالة ما لا يستحق، وكذلك الأوسيمة. فما رسالتكم يا أستاذة ويا فنانة وإنسانة؟ رسالتي كما هناك المثل اللي يقول الفن معاناة أو لا يكون، نعم ويبدو أنه هذا المثل صحيح 100%، على خاطر الفنانين الحقيقيين هما اللي ماهمش قاعدين في مقابل، لا يعملوا في أشياء تجارية ولا في أشياء، وعندهم مبادئ، هذوك معناها خاطر اون دوا اسيومي لي برانسيب اللي عندنا، نعم خاطر سي با فاسيل دير ارتيست،
c'est pas facile d'être avec des tels principes في مجتمعات ضغط عليها المادة. نعم انت كنت تحب تنمي الفن، يلزمك برشا صبر، يلزمك برشا محبة، ويلزمك تصبر حتى على حالتك المادية، وتصبر على على الوضعية العامة في كل بلدان العالم. أنا نعم لي أصدقاء في كندا، سألت مرة فنان قال لي نفس الوضعية، قلت له أنتوما حتى أنتوما في كندا هكذا؟ قال لي نعم. هو فنان كبير، نوجه له هكذا تحية، لي صديقي قال لي هذا كان عام 99 زار تونس، حينما وأنا في بدايتي، حينما قال لي هذا كلام صدمت. ما هذا يا رب؟ ما هذا؟ أنا حتى في كندا في البلدان المتقدمة أستاذة هناك عقليات المغريات مصاصي الدماء، نعم عباد تحتكر الفن، عباد نعم تحتكر السياسة، عباد تحتكر كل شيء. أخت سعاد، الفنانة سعاد، البوصلة ستأخذنا 180 درجة، فبما أنك امرأة فلنتكلم قليلا عن حقوق المرأة في الوطن العربي في العالم، فما هي الحقوق التي أخذتها؟ ما هي الحقوق التي لا زالت مهضومة، سواء اللغوية، سواء هناك عدة حقوق، فلكم أن الكلمة يا أستاذة. كما تعلمون تونس هي رائدة في حقوق المرأة في مجال الأحوال الشخصية. تونس هي التي معناها لا أثني، لكن هذا واقع، واقع أروى القيروانية هي أول امرأة صادقت على صداق القيرواني، معروفة في حكاية أروى القيروانية، طبعا أول طبيبة عربية هي تونسية توحيدة. الآن عم بطاقة مالية موجودة فيها الصورة بتاعها، تونس عليسة، تونس الكاهنة، تونس العزيزة عثمانة اللي هي بنت بيات وتركت القصر بتاعها وأصبحها مستشفى العزيزة عثمانة للفقراء، تونس بشيرة بن مراد، تونس عديد النساء نعم المتألقات، كما عبر العالم أيضا في العالم طبعا. أما رائدات تونسيات حقا، لي صديقات مغربيات نحييهم يعلمون جيدا، وهذا شيء نحصد عليه في تونس، ولقينا تنافس كبير ما بين المرأة والرجل، لأنها أخذت فتدفع ضريبة، تدفع ضريبة في صحتها، في العمل متاعها، في الأبناء، خاطر عندما الحرية ليست بالسهلة للمرأة، المرأة صعبة جدا، الحرية صعبة جدا أن تكون مرأة واثقة كل الوثوق من نفسها، ولها حرية فكرية، حرية استقلالية مادية يا حبذا إذا كانت، وعندها أنفة وعندها ثقافة عالية تسمح لها باش تشوف كل العالم وتخترق. حتى المرأة البسيطة جدا لها من الفكر ما يسمح لها بالاطلاع على كل المعلومات، على كل، هي اللي ربات الأجيال، وعندنا أجيال معناها متميزة في كل العالم. شاهدت في المغرب، زرت المغرب عديد المرات، وريت النساء الكادحات هذوكم من نبوسهم من جبينهم، نقول لهم يعني النساء هما الله يعيش النساء، لأن أغنية نقول النساء النساء الله يعيش النساء. المرأة هي الحياة، نعم المرأة طبعا هي الأم، هي هي التي تبني المجتمع إذا كانت مرأة صالحة. طبعا هذا ما نحصد عليه نحن في تونس. نعم ماذا تريد أن أقول؟ تريد أن أقول لا لك شعر أريد عربي؟ أن أقول، لا أن عالميا لا زالت المرأة تعاني الحيف، لا حتى في الدول المتقدمة وبالأحرى في الدول النامية أو الدول الفقيرة، ف يعني ما تحقق
الحقوق بالنسبة للمرأة، ما هي النسبة؟ هل 10%، 15% بالنسبة لكم؟ ولما تشاهدونه حسب القضاء، حسب الشارع، حسب المجتمع ككل على النطاق سواء الوطني أو الإقليمي أو الدولي، لكم أن تختاروا. الرقم الذي اختاره هو بالنسبة لتونس هو تم 50% وأكثر من 50%. الدول الأخرى يعني حتى في العالم عندهم تقدم في حقوق المرأة بالنسبة، أما راهو يقعد في 55% حاجة هكذا. الدول الأخرى معناها هو يتفرق من درجات من بلاد إلى بلاد. هناك حتى في البلدان فما تلقاه 10%، معناها المرأة ديما هي آخر شيء، تقوم بكل شيء وآخر شيء يلتفتون إليه. حتى نعم في المناصب السياسية لا تعين مرأة، حتى في الفن حينما يرون امرأة قوية ولا عمل قوي فني قوي، ولا يقولون هذا عمل الرجل. أنا تعرضت لهذا عديد المرات، وكأنه القوة تقتصر للرجل فقط، وكأن القوة معناها هذا ما تتعرض إليه المرأة. لكن بكل جدارة أقول أن المرأة التونسية متقدمة جدا فكريا على الصعيد الفكري، ولها ما يخول لها بالمضي قدما إلى الأمام وإلى الأمام. طبعا أحيي كل المرأة النساء. العربية على كل سواء، حتى في بعض الدول كما نقول نحن بالدارجة المغربية المزموتة، فهناك تحرر فكري وهناك يقظة بهذا المفهوم، ولكن دائما يبقى هناك حيف في كل، يعني في كل عالم. فلولا مها حديد مثلا، مها حديد أحسن مثال على أن المرأة هناك ربانة الطائرة، هناك ومسألة أخرى، نعم هناك إشكالية اللغة الأمازيغية في الوطن العربي. نشكر محمد اليمني، شكرا أخي، هناك من تفاعل وقال لي بالتوفيق. ونقول له أزول، أه؟ نقول له أزول. أزول، نعم. لما هذا الهاجس من اللغة؟ فاللغة ستفتت الأوطان، ونعلم بأن قوة كل وطن في الاختلاف وليس في الائتلاف. الوطن الذي يكون كالصابونة مضغوط في قالب واحد لا يعطي شيء. لا نتشفى، المثال هو الليبي هو الرب أحسن جل مثال. جلاله، لكم هو الرب الخط. جل السيد الكريم. يا فنان أقول شكرا. لك، هو رب جل جلاله يقول: إنا خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. دونك هالهاجس متاع اللغة، وأنا معاه كوكتيل متاع اللغات، وأشتغل على اللهجات نعم. من شمالها إلى جنوبها، وهذا ما يصنع الجمال. لماذا التفتت؟ لماذا الانقسام؟ دعنا كل واحد يحكي بطريقته وبلغته ما يحلو له. لن ندخل اللهجة ولا الوحدة للسياسة، هذه سياسة ممنهجة تريد أن تفتت الشعوب. أما نترك كل مكان يتكلم بالحديث متاعه ويعتز بالهوية متاعه، سواء إن كانت احنا في تونس عندنا اللهجة البربرية في كلامنا العربي، ولا معناها اللي هو في ميلانج معناها متاع بالواحد، نقولوا بكرون، نقولوا كرشي، نقولوا هذا، كلها لهجة أمازيغية. طبعا نعم. معناها احنا الخليط ما بين العروبة والأمازيغ. طبعا هذا معناها موجود في شمال إفريقيا عند العرب أمازيغ الشمال. تعربوا، فحتى في المغرب هناك قبائل عربية ولكنها تتكلم باللغة الفصحى، ما يعني أنهم عربوا حينما يقول لك قال، يقول قال، ليس كلهجات
عرب يعني لهجة عربية حسانية أو شيء، الحسانية شيء آخر. أما يعني الأمازيغية فهناك قبائل عربو كصنهاجة فالتاريخ نقرأها. إذن وشلوخ وهلما جرب. انا مع التنوع هذا في نعم شعوب العالم الكل، في البيرو نلقاو، خاطر هذاك الشعوب حينما تتنوع تصنع كوكتيل من الجمال ومن نعم الالوان. حتى في فرنسا هناك اللغة الأوكسيتانية، وهي مزيج من اللغة الإيطالية والإغريقية والإسبانية. هو هكذا حوض البحر الأبيض المتوسط غني بتنوعه اللغوي والحضاري، فطوبى لنا قبل كل شيء. ونعود إلى الأخت، أتمم الحديث. في المسألة الحقوقية بالضبط، ما هي أحلامك كامرأة حقوقيا؟ قبل كل شيء انا فنانه، لا امراه ولا رجل، فنان يرتقي الى ما بعد نعم التصنيف الذكوري او الانوثي نعم او نعم نعم الجيني. الفنان لابد ان يتقمص كل الأدوار الطيبة. طبعا نتمنى يرتقي العالم كله بالصفاء، هذه امنيتي، خاطر الصفاء والحب هو الذي يصنع الجمال. ويبقى والمساواة، الشكوك، والمساواة. ورحم الله غاندي، رحم الله غاندي، الرجل البسيط العظيم الهندي نعم بالقماش هذاك، معناها الانسان هذاك عنده الصفاء. ان شاء الله احنا نكونوا عندنا. ورحم الله ابن بطوطه ايضا، هذا الرحال العظيم، هذوكم رحم الله ابو قاسم الشاذلي، شخص شخصيات عديدة. بد ان يستجيب القدر. نعم معناها طبعا، معناها راهو عندنا امثله لا نحسد عليها، معناها ما شاء الله. نعم طبعا هذا مقياس التقدم عندي انا، يعني هو صفاء النفس، هو الرقي بالحب. كفانا تفرقات إنسانية، خاطر حينما ترتقي إلى معيار الإنسانية تكون تعطي بدون مقابل، نعم بالطبع وبقى يا رب إن شاء الله، كما نقول بقى يا ربي، إن شاء الله ربي يخرجنا من إحنا سنة. إن شاء الله الرحمن الرحيم. شكرا للأخت. وآخر كلمة قبل، لا أتركك تمضي هكذا صامتة. طبعا نتمنى النجاح في حرة، كلمة حرة. المسيرة هذه في البرنامج، لا حلو، معناها هي سهرة ممتعة، إن شاء الله تصل إلى كل الدنيا وكل العالم. إن شاء الله سأضعها، سأنزلها على قناتي في اليوتيوب، لهذا ستكون ملتقى، لأن الفيسبوك ستمضي، إذا في اليوتيوب ستبقى. وهو شرف مفخرة أن نقابل الفنانين من كل بقاع العالم، وأرحب بالجميع. فالقناة قناة الجميع، قناة الفنان، قناة المبدع. والأترك يا أخت تتميمي حديثك، وبعدك مباشرة سيمر الفيديو الشريط، شريطك بالطبع. نعم طبعا تحية ود، تحية حب، تحية فنية راقية، تحية إنسانية تسمو بنا إلى تجليات. نحن نحو كون الحمد، بالتوفيق ربي يوفقكم، ربي خرجنا من أزمة سلمين، ويا ناس شدوا دياركم، خلي تعدى هالأزمة على خير إن شاء الله. شكرا. القناة بكم ولكم، فهي في خدمة الجميع، في خدمة الإنسانية. أخت سعاد، سأترك جمهورنا مع أو مشاهدينا الذين يتبعون الآن مباشرة مع شريط، لنترك الجمهور يكتشف من هي سعاد الشيبي وكيف تعمل. ترى
تحميرها حول الكم يا زرق الهواء شروق الحاضن أزرق اللون بهبل بالي وعشقي للمزرق عندي خيالي خيالي نسبح الكون الخالي يوم خيلوني لخيلوني أزرق سماوي وحتى مع شوقي ما نعشق كل خيالي طبعا هيك الحمرة هي حمرة فلسطين وحمرة الله يبارك فيكم ان شاء الله يا رب يحفظنا شطب البشر حتى
وشوي بكر هذاك النساء متجليات عالية من نحن السنوات العالية نحن الحب نحن الشتاء وعازم الشتاء Merci à tous qui nous suivent. Merci beaucoup. Comme vous voyez, c'était Souhaïd Chebbi de la Tunisie verte, la Tunisie la révolution, la Tunisie l'union. Salut à l'humain.